بسم الله. برج الميزان، انت شايفاك يا برج الميزان متمسك بالحبيب او متمسك بموقفك، وشايفاك حاليا يا برج الميزان في مفترق الطرق، يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في موضوع، أو أنت متمسك بأكثر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم، فممكن تكون في علاقة ثلاثية، ولكن أنا شايفاك يعني بشكل كبير، أنا حاسة يعني إنه العلاقة هذه جاية من طرفك، وشايفاك يعني إنسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك أيا كان، وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكر، وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق. أنت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا، سواء كنت بتختار بين شخصين، يعني شخص قديم وجديد، أو أنت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني، أو حتى إذا كنتم منفصلين يعني وبتفكر فيه بشخص قديم أو تبدأ بداية جديدة، فأنت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي أنت فيها، لأني شايفاك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان، فأنت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذه. كذلك في منكم يعني يا برج الميزان اللي شايفاه تعرف على شخص جديد، ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه داخليا، ففي الحالة هذه أنت لازم تاخد قرار وتخرج من الحالة هذه وتحط النقاط على الحروف. كذلك في منكم اللي تعبانين كتير من انفصال صار أو طلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية، بسبب علاقة ثلاثية، ممكن شخص فات عن العلاقة، إني عم شوف في جرح بقلبك يا برج الميزان. في منكم اللي حاسس حاله وحيد، حاسس حاله يعني وحيد وتعبان، كأن العالم يعني تخلى عليه، ممكن تطلع بالصورة، كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذه الشغلات، وليش ما ساعدني حدا، ليش الله ما ساعدني في الوضع هذا، سواء كان انفصال أو طلاق، لأني فعلا في عندي يعني في طلاق. راح أسحب ورقة، هذه كانت هون، راح نشوف الورقة التالية لنشوف هالجرح هذا ليش. لا احنا راح نشوف الجرح، ما راح نوضحه، توضيح لبعدين. شفتوا شو طلع؟ يعني لأني عم شوف في أم حزينة عندي، لهيك يعني أنا كذلك عم شوف عندي المطلقين هون، في منكم اللي تعرضوا لطلاق بسبب شخص فاز على العلاقة خيانة مع طرف ثالث، طرف ثالث فات، سواء كانت العيلة شخص ثالث، بس عم حس أكثر إنه في شخص ثالث فات عن العلاقة. فرح نكمل، ولاني كذلك شايفة انه في اللي عندهم اولاد، يعني في اللي عندهم اولاد، فالملائكة بتقلك في الحالة هذه ان المساعدة هي قريبة، من لانكم عم بتشوفوا في صور وفي في نافذة وفي الهام، بتقلك ان المساعدة هي قريبة منك، سواء كنتم منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني، أو كان يعني انفسخت شي خطوبة، فبيقول لك إنه المساعدة هي قريبة منك،
ولكن أفكارك السلبية هي تحجبها عنك، فعليك بالتقرب إلى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الأمور عليه، يعني وتعمل هيك مديتيشن يعني، وتضلك عم تدعي، وإن شاء الله كل الأمور راح تتحسن يا برج الميزان. أنا على طول عم بنسى ما بقول الأبراج يعني اللي موجودة. في عندي برج الثور والحمل والأسد والجدي، في عندي طاقة نارية كبيرة، طاقة ترابية عذراء كذلك، جوزاء، جدي، أهوي، أبراج مائية والترابية والهوائية قليلة، يعني عم شوف برج الجوزاء في عندي كذلك أبراج هوائية، صح، يعني كل الطاقات موجودة عندي. خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان، شو راح نلاقي يا برج الميزان. فشايفاك يعني حاسس يعني يا برج الميزان كأنك بعيد، فممكن تكون يعني بعيد يعني عن جو العائلة، أو هناك حنين لإلون، أو حنين لشخص أنت بتحبه، أو أنت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم، فبعيد عن جو العائلة وفي حنين لإلون، ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الأسري. كذلك شايفاك يعني بعدك بتحب الشخص هذا وحاسس انه بعيد عليك، سواء كان شخص بتحبه او زوج. وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة، لان هذه ورقة الزواج وبداية جديدة. الورقة هذه احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من الماضي انت بتعرفه وبتحبه، لان البداية الجديدة هي راح تكون مع شخص راح تحبه، يعني ممكن يكون زواج وبداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد او قديم، او تركتوا بعض يعني ولكني شايفة بعدك ذكريات، سواء انت اللي تركته او هو اللي تركك، بعده في ذكريات يعني عندك. كان في كذلك صار خداع أو شغلة تركتوا بعض من خلالها، بعتذر لأني فصلت. شو كنا بنقول؟ لأني شايفاك زعلان، يعني كأنه يعني كان صار في خداع يعني، تركتوا بعض أنت والشخص هذا، لأني شايفة إنه الشخص هذا كان بالنسبة لإلك توأم الروح يا برج الميزان. وبعدي عم شوف في تواصل روحي، فاحتمال تكونوا بعيدين يعني عن بعض، أو من بلدين مختلفين، أو كانت بيناتكم اختلافات يعني خلقت لإلكم مشاكل، أو في يعني لأنه عم شوف في خداع وفي مكر بالموضوع. كذلك عم شوف الحبيب مفتقدك يا برج الميزان. فممكن يكون الحبيب يعني في علاقة تانية، أو حتى هو متزوج، ولكن هو زعلان عليك ومش عارف يطلع من العلاقة اللي هو فيها. أو مش قادر ياخد قرار يا برج الميزان، ولساته بمكانه. كذلك في عندي في أم عندي عم شوفها إنسانة طيبة وضحت كتير، ولكن صار في عندها طلاق، وعندها إحساس بالوحدة والعزلة، في حزن، كأني عم شوفها عم تدعي، وفي إحساس بالياس والتعب.
فأفضل حاجة في الحالة هذه هي إنه الإنسان يمشي مع التفكير الإيجابي والإيمان المطلق بقدرة الله تعالى في تحقيق كل شيء. فهذه هي الشغلة اللي بإلها لك تداروا، فإن شاء الله الملائكة والله راح يساعدوك في المحنة هذه. كذلك شايفة ناس مروا بصدمة، يعني بصدمة ومشاكل، هون طالع عندي طاقات كثيرة، لهيك يعني هذه مش قراءة خاصة، هذه قراءة عامة ومش قراءة حتى عاطفية، في طاقات كثيرة طالعة عندي. قلت لكم شايفة في ناس ومشاكل، يمكن طلاق، علاقة ثلاثية، فسخ خطوبة مرت بيها يعني، وهذا الشيء سبب انفصال، لأني شايفة بعده في أمل عندك يا برج الميزان. فكأني شايفاك يا برج الميزان يعني عم تطالب بالعدالة، فاحتمال الشخص هذا يكون متزوج، لأن أحيانا الورقة هذه بتدل طالع لك برجك يا برج الميزان. ففي منكم اللي الشخص هذا برج ميزان، ف بيطالب بالعدالة، أو ممكن يكون الشخص هذا متزوج، لأنه فعلا في منكم اللي بعلاقة مع شخص متزوج، أو أنت ناوي تكون عادل مع شخص بتحبه، يعني جايز يعني طالع عندي برج جوزاء، ميزان، أسد، أو أنت تنتظر العدل من الحبيب يا برج الميزان. ففي منكم اللي عم يعمل استشفاء يعني من الأشياء اللي مريت بيهم، يعني ممكن هموم، أثقال، مسؤولية خلتك واقع يعني كأنه شايف حالك في مفترق طرق، أو ممكن عم تختار بين شخصين، أو مشتاق يعني لحد موجود ببلد تاني أو بعيد عنك أو في مدينة تانية وأنتم بنفس البلد، وكأنه في ذكريات أو عم تراجع ذكرياتك معه. فأنت يا برج الميزان لازمك تسمع لروحك الداخلية، لأني شايفاك بتفكر في الحبيب، ولكن شايفاك في لخبطة يعني متلخبط ومشغول يعني، ومهتم كذلك بعملك. أما الحبيب يعني فشايفاه يعني عايز يتخطى العقبات، فطالع لك الرقم 7، ممكن يكون رقم 7 بيمثل شيء، حدا، الشغلة صارت بيناتكم، أشخاص واقفين يعني شيء شغلة، والرقم 8 كذلك هو بيمثل شغلة يعني لإلكم، لأنه طالعين كثير عندي الأرقام هذه. فكأني حاسة انه انتو من زمان ما شفتوش بعض يعني، وما خرجتوش مع بعض، فاحتمال يعني هذا الشيء بسبب بعد المسافات اللي بيناتكم، كل واحد من بلد، او انه الشيء اللي صار بيناتكم لازمه وقت عشان تتخطوه وتلاقوا له حل، لاني شايفاك متلخبط كثير يا برج الميزان. فأنت محتاج تقعد مع نفسك وتستمع لروحك الداخلية وتشوف الشغلات بالشكل الصحيح، وتأخذ قرار يتناسب معك. يعني أنا شايفة إنه في قرار يعني في حكم بده يتاخد يعني بتفكر فيه. وكذلك في اللي عنده بداية جديدة يعني كأنه في مرحلة انتقالية جاية بطريقك يا برج الميزان، وفي تغيرات راح تصير بحياتك سواء على المستوى العاطفي أو العملي أو الاجتماعي، فإن شاء الله خير. كذلك في منكم اللي عنده يعني زواج وفي نجاح جاي بطريقه، وفي تغيرات كتير راح تصير يا برج الميزان. بصراحة أنا طولت كتير في القراءة هذه، راح أضيف شغلة
يا برج الميزان. في منكم اللي شايفته عايش بالماضي وعم يتذكر حاله لما كان مع الحبيب، أو كان بيحلم ببيت وعيلة مع الشخص اللي بيحبه، مع الحبيب تبعه. شايف الشخص هذا إنه مدمن يعني، وبيراقب يعني مدمن، كأنه متعلق بالحبيب وبيراقبه كتير. فاحتمال الشخص هذا يكون متزوج يا برج الميزان، جايز الشخص هذا اللي انت بتراقبه، لأنه كأنه بيكملوا بعضهم. فاحتمال الشخص هذا اللي انت عم تراقبه هو متزوج وبتحبه يا برج الميزان، لأني شايفاك يعني حزين كتير، وكأنك بتفكر يعني تسافر أو تبعد، وهذا هو الشي اللي خلاك تترك العلاقة وراك، لأني كأني شايفاك يعني راح تبعد أو راح تسافر، راح تترك كل شي ورا ظهرك. فأنا شايفاك مجروح يا برج الميزان، سواء تعرضت للخيانة أو لقيت حالك بعلاقة ثلاثية أو الحبيب اللي بتحبه وتركك. في كذلك برج برج حمل وجوزاء، وفي أبراج مائية جدي كذلك، أو ممكن الشخص هذا يكون طلع من حياتك يا برج الميزان فجأة وتركك، أو أنت خسرته لأنه يعني اكتشفت حاجات بطريقك، ولأني شايفاك قاعد زعلان يا برج الميزان. فأنت لازم تطلع من الحالة هذه، لأنه في مساعدة جاياك بالطريق يا برج الميزان. المساعدة هذه راح تجيك من السماء، حتى إذا كانت أمورك معقدة في الشغلة هذه، كأني شايفك عم تطالب يعني بعدالة، يعني كأنه أنت يعني عم تطالب بعدالة أو حكم يعني شغلة هيك، أو في قرار راح تاخده أو راح يتاخد بالشأن هذا. كذلك في عندك بداية جديدة، في حكم أو قرار راح تاخده، لأني عم شوفك عم تطلع من الحالة هذه، وراح تشرق الشمس بطريقك يا برج الميزان. عندنا كذلك في برج الأسد، وراح تستجمع قوتك، وطالعة لك ورقة الشمس يا برج الميزان. وفي كذلك قرار أو حكم مثل ما قلت لك جاي بطريقك، وفي مساعدة عندك يا برج الميزان، وانت راح تصير أكثر قوة وحماس، وراح تتخطى العقبات والمشاكل اللي كنت واقع فيها، لأن في منكم اللي عم شوف في عنده سوء حظ، يعني في مشاكل كأنه يعني في يخلص من هاي تطلع له هاي. فأنت لازم تطلع من الماضي ومن خيبة الأمل اللي مريت فيها يا برج الميزان. ففي شغلات حلوة جاية بطريقك يا برج الميزان، ومثل قلت لك في مرحلة انتقالية راح تمر فيها، لأنه ليس دائما يعني الليل لا يظل دائما، مهما طال الليل فسوف يطلع الصبح يا برج الميزان. ونفس الشيء حتى إذا كانت الأمور يعني متعكسة وطال الانتظار، فبالنهاية راح يجي الفرج بإذن الله يا برج الميزان. فهذا الشيء هو اللي عندنا لإلك. أنا طولت كتير، بتمنى تكون الطاقة شاملة والتوقعات تنطبق على كل المتابعين، وفي أمان الله وإن شاء الله.
بتمنى تخبروني عن الشغلات هذه، لأني عم شوف بطاقات كثيرة عندي بالقراءة هذه، وهذه أول قراءة بتطول فيها للوقت هذا.